الحلف بغير الله هل هو شرك؟ الحلف بغير الله شرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. لكنه ليس شركا اكبر مخرجا من المله، بل هو شرك اصغر. اللهم الا ان يقع في قلب الحالف بغير الله ان منزله هذا المحلوف به كمنزله الله، فحينئذ يكون شركا اكبر بناء على ما حصل في قلبه من هذه العقيده، والا فمجرد الحلف بغير الله شرك اصغر. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نعم. وبهذه المناسبه اود ان احذر مما وقع فيه كثير من الناس اليوم، حيث كانوا يحلفون بالطلاق، فتجد الواحد منهم يقول: علي الطلاق لا افعل كذا، او ان فعلت كذا فامراتي طالق، او ما اشبه ذلك. وهذا خلاف الصواب. واكثر اهل العلم من هذه الامه من الأئمة وأتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق لا يكفر، ويقولون: إذا قال الرجل إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعل فإنها تطلق، ولو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت فإنها تطلق، سواء نوى التهديد أو نوى الطلاق. هذا هو الذي عليه جمهور الأمة وأئمة الأمة. فالمسألة خطيرة، والتهاون بها إلى هذا الحد. لو أن رجلا قدم لشخص فنجالا من الشاي قال: علي الطلاق ما أشرب، فيقول: ثاني عليك الطلاق أن تشرب، وما أشبه ذلك. لماذا؟ تلاعب. هذا تلاعب بدين الله عز وجل. ولو أن أحدا من العلماء الذين يرون أن الطلاق يقع يمينا ويقع طلاقا، عن الطلاق المعلق، لو أن أحدا من أهل العلم قال: أنا أريد أن ألزم الناس بذلك أي بالطلاق، لأن الناس تتايعوا فيه، فألزمهم كما ألزمهم عمر بالطلاق الثلاث، لو فعل ذلك لكان له وجه، لأن الناس كثر منهم هذا، كثر كثرة عظيمة. لو أن العالم الذي يستفتى قارن بين ما يستفتى عنه في مسائل الدين وبين ما يستفتى عنه في هذا الطلاق المعلق، لوجد أن استفتاءه في هذا الطلاق المعلق أكثر بكثير من استفتائه في أمور تتعلق بالدين. وأنا أحد الأزواج من أن يسهل على أسنتهم هذا الطلاق أو هذا الحلف بالطلاق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.